انا عايزك تخلي بالك من بناتك. انا زي البومب الحمد لله. طفشت الزبون هيطفش ومعاه الرزق. بابا عمره ما اتاخر كده. هننزل كلنا البحر ندور عليه. عايش ازاي من غيره؟ عايز تسرقني وتسرق بنات اخوك؟ مش بمزاجك يا مرات اخويا. ما بلاش انت تتكلم في الغلط. وحصل فيك ايه يا دنيا بس؟ انا وامي وروحيه هندخل في الكورس. قول لي يا جلال اعمل ايه؟ ما تعملش كده في بنات اخوك. هتقف ازاي في وسط الرجاله دي كلها؟ انا هنزل معاك الشغل يا ماما. مشوار طويل وصعب. احنا هنركب ويا جواه. بنات جلال هيكملوا شغل ابوهم. مفيش تاجر هياخد منك بسريايه. اتصرف وشد اللي عليك قبل كل الحته دي ما تحصل. نخلف ما ماتش. زي القمر الجزء الثاني، حدوتة اللي خلف ما ماتش، من السبت إلى الأربعاء 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.